اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. وخلاص رمضان هل علينا بنوره وبركاته وخيراته. هنعيش باذن الله احلى 30 يوم في السنه. هيكون معاكم خلال الشهر الكريم اسماعيل فارس، وهنقدم مع بعض برنامج انا والنجوم ورمضان. وباذن الله يعني البرنامج هيكون خفيف ان شاء الله، ويكون وجبه خفيفه ومسليه لحضراتكم. هنتكلم عن مواقف وعجائب وطرائف الفنانين في رمضان. هتعمل ايه لو انت ممثل وطلب منك في مشهد في عز نهار رمضان تقف في المطبخ وتعمل اكل؟ مش بس كده، لا، تدوق الاكل. هتعمل ايه؟ يعني حط نفسك مكان الممثل ده، مطلوب منك هتعمل ايه؟ لو اتكلمنا عن الموقف ده هنلاقي ان هو حدث بالفعل سنة 1954، لما كان بيتم تصوير فيلم الملاك الظالم، بطولة الفنانة طبعا سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والنجم القدير حسين رياض. المشهد كان عبارة عن ان فاتن حمامة بتقف في المطبخ وبتعمل الاكل، وبعد كده المفترض يعني حسين رياض بيدخل عليها وبيشيد بيها وقد ايه هي يعني شاطره جدا في الطبخ. المخرج حسن الامام في عز نهار رمضان طلب من فاتن حمامه ان هي تذوق الطعام، تطبخ وفي نفس الوقت تذوق الطعام، بحيث يبقى المشهد طبيعي جدا زي ما مكتوب في السيناريو. هنا طبعا الفنانه فاتن حمامه رفضت رفض تام جدا، وكان برضو مفترض يذوق الطعام معها الفنان الكبير حسين رياض. المخرج حسن إمام طلب من الاثنين لازم تذوق الطعام عشان يظهر كما ظهر في السيناريو. هنا الاثنين اتفقوا مع بعض واصروا ورفضوا رفض تام جدا، وقالوا له طب احنا لا، مستحيل يعني نعمل كده، ده هيبطل صيامنا وده يعني هيفطرنا، لا مستحيل نعمل حاجه زي دي خالص. رجع حسن الإمام وقرر تاني، لازم المشهد تذوق فيه الاكل ولازم المشهد يتعمل. مع اصرارهم ورفضهم التام وحدث بقى في اللوكيشن التصوير جدل كبير جدا. حسن امام عشان يريح دماغه عمل ايه؟ قال لهم لا خلاص، نفطر بقى النهارده، افطر كلكم بقى النهارده عشان المشهد ده يمشي ونعدي امورنا والانتاج واحنا دافعين فلوس والكلام ده. الكلام ده طبعا يعني زودهم اصرار ان هم يرفضوا، لا مش هنفطر مهما حصل، وصيامنا مش هيبوظ مهما حصل. طيب المخرج حسن امام في موقف زي ده هيعمل ايه او هيتصرف ازاي؟ بعد وقت من التفكير قرر ان هو يصور مشاهد تانية غير المشهد اللي هو فيه جدل ده، وبالفعل صور مشاهد تانية غير المشهد اللي هو عليه جدل وخلاف. لكن بقى مصمر مخه وقال لهم احنا صورنا فعلا مشاهد تانية، بس برضو المشهد ده هيتصور في نفس اليوم ومحدش بعد الفطار هيروع غير لما المشهد يتصور. وبالفعل المخرج حسن امام نفذ كلامه واصر، وبعد الفطار اضطر ان هو يقعد كل فريق العمل عشان يخلص المشهد المثير للجدل. وبالفعل تم المشهد والناس ما افترتش برضه، وفي نفس الوقت المشهد اتعمل والدنيا مشت والمخرج حسن امام خرج مبسوط والكل مبسوطين. وبس هو ده الموقف معنا النهارده، ويعني انتظرونا باذن الله في مزيد من المواقف الجميله والطرائف مع الفنانين في شهر رمضان الكريم.